سلام عليكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. هنكمل الشغل بتاعنا في السيكوينشال جيمز. ف سيكوينشال جيمز از ريبريزنتد از ا تري، البلايرز واحد بيموف بعد التاني، تمام. وخدنا الباكورد اندكشن از ا واي تو سولف البروبلم، وازاي نعمل اكسبريشن للاستراتيجيز في السيكوينشال جيم، وازاي نعمل انتنسيف فورم ريبريزنتيشن اللي هو البي اوف ماتريكس للسيكوينشال جيم. النهارده هنتكلم على جيمز سيكوينشال، بس مش بيرفكت انفورميشن، امبيرفكت انفورميشن. فليتس كونسيدر الفولوينج سيكوينشال جيم، تمام. فانت عندك بلاير 1 وبلاير 1 عنده 3 اكشنز، اليو والام والدي. بعد كده بلاير 2 عنده هنا يو او دي، وهنا عنده يو او دي برضو، وهنا عنده ال او ار. طيب تعالوا نحل البروبلم دي بالباكورد اندكشن. فبلاير 2 في البرانش ده عنده يعمل يو وياخد 0، او يعمل دي وياخد 4، فهيعمل الدي. وهنا يو وياخد 4 او دي وياخد 0، فهيعمل اليو وياخد الفور. وهنا ال وياخد الاثنين، او الار وياخد الزيرو، فهيعمل ال. فبيجي بلاير 1 قدامه ان هو لو عمل اليو هياخد 0، ولو عمل الام هياخد 0، ولو عمل الدي هياخد 1. فهيختار الدي. فالباكورد اندكشن الاجابه بتاعته ان بلاير 1 هيلعب دي وبلاير 2 هيلعب ال. دلوقتي بلاير 1 هيطلع باوتكم 1، رغم ان هو كان عنده انه كان ممكن هنا يطلع ب4 لو الجيم اتلعب يويو، او يطلع ب4 لو الجيم اتلعب ام دي. مشكله بلاير 1 ان هو عارف ان بلاير 2 بيشوف هو عمل ايه، فهو عارف ان بلاير 2 لو عارف ان هو عمل يو، بلاير 2 هيقوم لعب الدي فيطلع هو بزيرو، ولو بلاير 2 شاف ان هو لعب الام فبلاير 2 هيقوم لعب اليو وبلاير 1 هيطلع بزيرو. طيب نفترض السيناريو ان بلاير 2 مش هيقدر يعرف بلاير 1 عمل ايه، يعني بلاير 1 لعب وبلاير 2 مش شايف بلاير 1 عمل ايه، تمام. يعني نفترض ان لو بلاير 1 لعب يو وام، يو او ام واحد من دول، بلاير 2 ما يقدرش يعرف. فهنا بلاير 2 عنده 2 اكشنز مختلفين، يعني هو مش هيعرف طب العب دي ولا العب يو، ما هو مش عارف البلاير الاولاني لعب يو ولا ام، تمام. فلو حاجه زي كده حصلت ده هيبقى في مصلحه بلاير 1 بشكل كبير، لان بلاير 1 ممكن يعمل ايه، يبدا يراندمايز بين اليو والام، يعني مثلا يلعب اليو ببروبابيليتي 0.5 والام ببروبابيليتي 0.5، فنص الوقت هياخد 4 و 0 او 0، والنص التاني هياخد 4 او 0، فالاكسبكتد فاليو بتاعته هتبقى 2 اللي هي اعلى من الواحد، تمام. طيب ف بلاير 1 في الاكزامبل ده knows that if he او she shows you او m it will be observed by player 2 وplayer 2 will beat him. هيقوم ايه بلاير 2 ما دام شاف ان هو لعب يو هيلعب دي، او لو شاف ان هو لعب ام هيلعب يو، تمام. طيب السؤال، if player 2 does not know او observe if player 1 shows you ولا m then player 1 has a chance. لو هو مش بلاير 2 مش عارف
بلاير 1 لعب يو ولا ام. بالطريقة دي بلاير 1 تمام يقدر يراندمايز بين اليو والام ويطلع باكسبكتد فاليو اعلى من الواحد. طب الكونسبت اللي احنا بنتكلم عليه ده اسمه ايه؟ اسمه انفورميشن سيت. يعني ايه انفورميشن سيت؟ ان في بلاير عنده نودز تمام كونكتد بدوتد لاينز كده، وفي حبه كتب بتحطها بتحط النودز دي في دايره كده مع بعض. يعني ايه ان هو دوتد لاين او ان هو في دايره النودز دي مع بعض؟ معناها ان بلاير 2 مش قادر يفرق اما يجي عليه الدور انه يلعب هل هو هنا ولا هنا. يعني بالنسبة له الاتنين دول يعتبروا نودة واحدة تمام. فمعنى كده ان التو نودز دول اسمهم information set. يعني ايه information set؟ يعني الانفورميشن اللي عند البلاير في النودة دي الاولانية او التانية هي هي نفس الانفورميشن. هو مش عارف، ما عندوش انفورميشن زيادة لو هو هنا او هنا، او انفورميشن مختلفة لو هو هنا او هنا. هو سيمبلي مش قادر يفرق بين الاتنين دول. فمعنى ان هو مش قادر يفرق بين الاتنين دول هو مش عارف اصلا اللي قبله لعب يو ولا لعب ام. وونس ان انت الجيم بتاعك بقى فيه انفورميشن سيتس، يعني فيه نودز عند لعيبة اللعيب مش قادر يفرق بين النودز دول لان هما في نفس الانفورميشن سيت، الجيم ده imperfect information game تمام. لان الperfect information game اللي احنا خدناه اللي احنا اتكلمنا على الزيملو ثيرم والكلام ده، ده بيقول ايه الديفينيشن بتاع الperfect information game؟ بيقول ان انت لو واقف في نود انت عارف exactly انت وصلت للنود دي ازاي من اول الجيم لغاية النود دي، ده perfect information تمام. الامبرفكت انفورميشن بيقول لما انت تبقى انت اساسا اما انت وانت واقف انت ممكن تكون واقف في النود دي بس انت مش عارف انت جيت لها كده ولا جيت لها كده، لان سيمبلي انت مش واقف هنا او هنا، انت واقف في الانفورميشن سيت دي كلها على بعض. يعني انت واقف هنا تمام، فانت مش عارف انت وصلت لها بيو ولا بام تمام. فالدوتد لاين انديكيتس ان انفورميشن سيت اللي هو اي اي از ان بلاير 2 كانوت ديستينجويش بتوين التو نودز اللي فيه تمام. فهير بلاير 1 كان راندمايز بين اليو ان ام، سو هاف ذا تايم البي اوف ويل بي 4 اند ذا اذر هاف ذا بي اوف ويل بي 0، فالاكسبكتد فاليو هتبقى 2 which is better than 1 اللي هو هيجيبها لو عمل شوزنج للدي. طيب فايه الديفينيشن بتاع الانفورميشن سيت؟ الفورمال ديفينيشنز تمام. انفورميشن سيت ان انفورميشن سيت اوف بلاير اي از كولكشن اوف بلايرز اي نودز collection of nodes among which player I cannot distinguish. هي مجموعة من النودز عند player I اللي هو هنا player 2 مش قادر يفرق بين الاتنين نودز دول، نفس الانفورميشن اللي عنده في الاتنين نودز دول تمام. فهو مش عارف هو هنا ولا هنا player 2 تمام. الـ imperfect information game هو sequential game which contain one or more information set تمام. لو مفيش information sets بقى perfect game. او بمعنى اخر تخيل ان انت game مفهوش information sets زي ده كده، فهو simply هو فيه information set بس كل نودة او كل information set فيها نودة واحدة، فهو simply another definition للperfect game. هو perfect information game where each information set contain only one node، اللي هو معنى كده ان الانفورميشن سيت ملهاش تأثير لان هي جواها نودة واحدة، فما فيش نودز اللعيب مش قادر يفرق بينه تمام. طيب فدلوقتي the following are not allowed في الانفورميشن سيتس. يعني انا مش بقدر اجي على اي اتنين نودز اوصلهم ببعض تمام واقول ان هما انفورميشن سيت. فاول شكل is not allowed شكل زي ده. ليه؟
لو انت عملت انفورميشن سيت بين الاثنين دول، معنى كده ان انت بتقول ان بلاير 2 مش عارف يفرق بين الاثنين دول مع بعض، رغم ان هو هنا عنده 3 اكشنز وهنا عنده 2 اكشنز. تمام، فاكيد بلاير 2 يعرف يفرق لو هو في سيتويشن وقدامه 3 اكشنز يقدر ياخدهم، او هو في سيتويشن وقدامه 2 اكشنز اللي هو ياخدهم. فمعنى كده ان ما ينفعش يبقى في انفورميشن سيت بالشكل ده. انفورميشن سيت جواها نودز، كل نوده فيها اكشنز، عدد اكشنز غير التاني. تمام، فالشكل ده از ان انفورميشن سيت ما ينفعش. تمام، طيب تعالى نطلع فوق هنا. انا هنا مثلا ده انفورميشن سيت. ممكن واحد يقول لي طيب ينفع التلاتة دول يبقوا في انفورميشن سيت؟ التلاتة دول كده مع بعض، يعني كده بلاير 2 مش قادر يفرق بين التلاتة نودز دول؟ الاجابة لا. ليه؟ رغم ان هو في كل نودة عنده 2 اكشنز. يعني المشكلة مش في عدد الاكشنز، المشكلة ان الاكشنز مختلفة. يعني نودة زي دي هو عنده L و R، فيوم ما هو يبقى واقف في نودة عنده L و R فهو عارف ان هو في النودة دي، فهو كده ما ينفعش، لان ال L وال R غير ال U وال D. الانفورميشن سيت لازم تكون between two nodes وعندهم نفس الاكشنز، لان هو هنا قدامه يو دي يمين وشمال وهنا قدامه يو دي يمين وشمال، فهو مش عارف هو هنا ولا هنا. بس اما هنا او هنا فوق وتحت وهنا فوق وتحت، بس لو ضفت النودة دي معاهم فهو في النودة دي عنده يمين وشمال. فهو هيقدر يعرف انا هنا ولا في دول. ولو عنده نودة فيها تلاتة هيقدر يعرف النودة دي. فما ينفعش النودز اللي هتتحط في انفورميشن سيت لازم يكون فعلا نودز الايجنت او البلاير ما يقدرش يفرق بينهم. تمام، طيب فده اول شكل ما ينفعش. تاني شكل ما ينفعش، a player knows his first action then he knows which branch he's in. بمعنى ايه؟ انت عندك هنا player 1 فهو اتحرك، هو يا ياخد الاكشن ده ياخد الاكشن ده، بعد كده player 2 هياخد الاكشن ده او ده، يبقى الجيم خلص، او ده او ده او ده. بعد كده يجي الدور على بلاير 1 تاني فهيلعب كده وكده وكده وكده. فما اقدرش اجي على الاثنين انفورميشن الاثنين نودز دول واحطهم في نفس الانفورميشن سيت. ليه؟ لان بلاير 1 عارف ان هو لعب ده في الاول، فمعنى ان هو لعب ده عارف ان هو لازم هيكون هنا. يعني ما ينفعش بلاير 1 يكون متلخبط بين الاثنين دول، لان دي في برانش غير دي، دي في برانش تاني، وهو اللي متحكم في البرانش. بلاير 1 نفسه هو اللي متحكم في البرانش، فكده بلاير 1 يقدر يفرق هل هو كان هنا ولا كان هنا، لان هو عارف ان هو هنا او هنا، ده بناء على الاكشن اللي هو خده في اول ستيب، خد ده ولا خد ده. فالشكلين دول ما ينفعوش. تمام، ان انت يعني مش اي نودز تعرف تعمل بينهم انفورميشن سيت. الكونديشن الاولاني ان النودز لازم يكون ليها ذا سيم نمبر اوف اكشنز عشان اعرف افرق بين النود، عشان يعني اعرف ما يبقاش في فرق بين النودز فاقدر احطهم في انفورميشن سيت واقول ان الايجنت مش عارف يفرق بينهم. ولازم الاكشنز كمان تكون هي واحده في النودز اللي جوه الانفورميشن سيت. وبعد كده لازم النودز اللي في الانفورميشن سيت تكون مش في ديفرنت برانشز اللعيب يقدر يتحكم او يقدر يعرف هو كان في انهي برانش من الاثنين. تمام، طيب ف افتر ديفايننج الامبيرفكت انفورميشن جيم نقدر احنا نريديفاين تاني البيرفكت انفورميشن جيمز اس فولوز. السيكوينشال جيم ويز اول انفورميشن سيت ان ذا تري كونتين جاست وان نود، ده بقى ايه؟ بيرفكت انفورميشن. يعني بيرفكت انفورميشن جيم ممكن تعرفه ان انا عارف إيه لو انا في الجيم، انا عارف اكزاكتلي انا واقف فين ووصلت هنا ازاي. دي طريقه. الطريقه الثانيه ان انت تقول هو جيم ما فيهوش اي انفورميشن سيتس وير الانفورميشن سيتس فيها اكتر من وان نود. الطريقه الثالثه ان انت تقول هو جيم كل الانفورميشن سيتس اللي فيه كونتين اونلي وان نود، فمعنى كده ان مفيش ايه لخبطه. تمام،
والانفورميشن والامبرفكت انفورميشن جيم هو سيمبلي از نوت ا بيرفكت انفورميشن جيم، او جواه انفورميشن سيتس وير الانفورميشن سيتس فيها وان مور ذان وان نود. تمام. طيب تعالوا نبص، طب ايه فايدة موضوع الامبرفكت انفورميشن ده؟ يعني اقدر اموديل بي ايه؟ تمام. طيب let's consider الاكزامبل ده. انت عندك هنا بلاير 1 عنده up and down، وبلاير 2 هنا عنده left and right، وبلاير 2 برضو هنا عنده left and right، وفي information set على الاتنين نودز دول. معنى كده ان بلاير 2 مش هيبقى شايف بلاير 1 عمل يو ولا دي، وعندك هنا البي اوفز مختلفة. طيب تعالى نحلها بالباكورد اندكشن كده الاول. فهنلاقي ان بلاير 2 هنا لو هو هنا يلعب ال وياخد 2 ولا يلعب ار وياخد 3؟ يلعب ار. وهنا يلعب ال وياخد نيجاتيف 1 ولا يلعب ار وياخد 0؟ يلعب ار. فبلاير 2 بالنسبه له موضوع الانفورميشن سيت في الاكزامبل ده ما فرقش، لانه في الحالتين هو مش عارف هو هنا ولا هنا، بس في الحالتين هيلعب ار، فده كويس. تمام. غير الاكزامبل اللي كان فوق، هنا بلاير 2 يهمه يعني موضوع الانفورميشن سيت ده مأثر معاه، لان هو عاوز لو هو هنا كان هيلعب الدي وياخد 4، بس لو هو هنا كان هيلعب اليو وياخد الاربع. فمعنى كده ان الانفورميشن سيت دي اثرت معاه، هو كان عاوز يعرف هو فين لان الاكشن هيختلف. فالاكزامبل اللي هو ده ايزير عن البريفيوس اكزامبل، سينس ان بوث نودز ديسيجن نودز فور بلاير ار فور بلاير 2، وشوزينج ار از بيتر ذان شوزينج ال ال. تمام. طيب هو كده ايه اللي حصل؟ كده الجيم قلب من سيكوينشال لسيمالتينيوس، لان زي ما اتفقنا ايه الفرق بين السيمالتينيوس والسيكوينشال. السيمالتينيوس جيم اللي احنا بدانا بيها الكورس واشتغلنا عباره عن ان الاثنين لعيبه بياخدوا الديسيجن في نفس الوقت، واتفقنا ان ده ديفينيشن قاصر شويه اللي انا قلته ده. هو المشكله مش ان هم خدوه في نفس الوقت، هما المشكلة إن لما واحد خد الديسيجن ما كانش يعرف التاني عمل إيه. حلو؟ يعني ممكن لعيب ياخد ديسيجن واللعيب التاني ياخد ديسيجن بعدها بعشر أيام ويعتبر سيمالتينيوس جيم، لأن سيمبلي اللعيب التاني أما خد الديسيجن ما كانش يعرف اللعيب الأولاني عمل إيه، فده سيمالتينيوس جيم. تمام؟ السيكوينشال جيم قال لك لأ، اللعيب التاني هيشوف اللعيب الاولاني عمل ايه ولعب، فده اللي عرف السيكوينشال جيم. تمام. دلوقتي انت جيت قلت انفورميشن سيت، قلت ان بلاير 2 مش عارف يفرق بلاير 1 عمل ايه، يعني مش عارف بلاير 1 عمل ايه، فمعنى كده ان الجيم ده هو سيمالتينيوس جيم. تمام. يعني معنى كده ان التريز ويز انفورميشن سيت it is actually a representation of a simultaneous game. تمام. فممكن واحد يكون عنده سؤال يقول لي طب وانا ليه ما انا بعرف استخدم البي اوف ماتريكس عشان اعمل اكسبريشن لسيمالتينيوس جيم، ليه عاوز اعمل لها اكسبريشن از ا تري واحط فيها انفورميشن سيتس؟ هقول لك لان الطريقه دي كان الاو ان انت تموديل complex situations where some parts of the game are simultaneous and some parts are sequential. يعني مثلا الحته دي simultaneous، player 2 اما هيجي يلعب مش عارف player 1 عمل ايه، بس ممكن يكون عندك branch هنا كده sequential، يبقى كده الحته دي في الجيم simultaneous بس الحته دي sequential. فانت بدات تبقى عندك وان ريبريزنتيشن، بتقدر تعمل ريبريزنتيشن لسيكوينشال وسيمالتينيوس جيم في نفس الوقت، فده فايده الانفورميشن سيتس.
الجيم اللي هو فوق ده تمام، لو انت عاوز تحوله البي اوف ماتريكس فانت عندك هنا يو الاستراتيجيز بتاعت اللعيب الاولاني يو ودي، واللعيب التاني ال وار، وهتبدأ تحط البي اوف هنا 2 و2 واليو والار نيجاتيف 1 و3 والدي والال 3 و نيجاتيف 1 والدي والار 0 و0. والجيم ده اكشلي هو البريزنر ديليما جيم، بس البي اوفس الارقام مختلفه، فالسي دي هي الكوبريت ديفكت والال ار هي الكوبريت ديفكت. وهتلاقي ان الدي بتدومينيت السي وان ده الناش، هو ده البريزنر ديليما جيم، بس الارقام مختلفه واسماء الاستراتيجيز مختلفه. الانتنسيف فورم ريبريزنتيشن هو اللي احنا لسه عاملينه، وهو ده البريزنر ديليما جيم اللي انت كنا عارفين ارقامه احنا 3 3 و5 0. وواحد واحد وزيرو خمسة، لان احنا اتفقنا ان احنا خدنا اللوكال شيفت والبوزيتيف افاين ترانسفورميشن، ان مش لازم الجيم يكون بالارقام دي او بارقام معينة علشان يبقى الريليشنز بين الاستراتيجيز في الدومينيشن وفي الناش هي هي تمام. ممكن الجيم يكون ارقامه مختلفة، ومينلي لو انت عاوز يعني نتكلم بمور باستفاضة اكتر، البريزنر ديليما جيم تمام هنا سي ودي وهنا سي ودي. لو انت سميت البي اوفس ار 1 وار 2 وهنا تي 1 واس 2 وهنا اس 1 وتي 2 وهنا بي 1 وبي 2 ونحط الكومز لو الار اكبر، سوري لو التي اكبر من الار اكبر من الاس من البي اكبر من الاس بالنسبة للعيب الاولاني، يعني ممكن تحط هنا 1 او اللعيب التاني لو هتحط 2، لو الريليشن دي بتهولد بين البي اوف الارقام فده بريزنر ديليما جيم، وفي كونديشن زياده ان الار تكون اكبر من التي بلس اس على 2. لو التو كونديشنز دول بيهولدوا بين البي اوف بتاعت اللعيبه، لان البريزنر ديليما هو سيمتريك جيم فمش فارقه الكلام ده للعيب الاولاني او التاني، هو هو، فده بريزنر ديليما جيم تمام. فنرجع لموضوع المحاضرة، ان سيمبلي الانفورميشن سيت دي it allows ان انت تموديل simultaneous game using a tree، وبعد كده تقدر تموديل situations where ان انت عندك جزء في التري simultaneous وجزء sequential. ف we can represent any simultaneous game as a sequential game with information set. It doesn't matter
who moves first، لان لما player 1 هيلعب player 2 doesn't know what player 1 did، لان player 2 مش قادر يفرق بين الاتنين دول، فهو مش عارف player 1 عمل ايه. واما player 2 هيلعب player 1 does not know what player 2 will do، لان simply player 2 هيلعب بعدي. تمام. ف this description is equivalent to a simultaneous game. تمام. دلوقتي احنا عاوزين نعدل، احنا كنا الاول واخدين الديفينيشن بتاعت الاستراتيجي في السيمالتينيوس جيمز ان هي كونتينجنت بلان او كومبليت بلان، بتعرف في كل سيتويشن في الجيم البلاير هيلعب ايه، وقلنا ان نفس الديفينيشن ده هاي هولد في السيكوينشال جيمز، وده اللي عمل لنا الريدندنسي بتاعت الاستراتيجي، وده اللي عمل لنا ان انت كان عندك حبة ناش بتطلع بيبقوا سيلي في البروبلم. فلو احنا هن اكستند الديفينيشن بتاع الاستراتيجي للامبيرفكت جيمز، فهو سيمبلي انت لازم تقول ايه الاكشن اللي انت هتاخده، مش في كل ديسيجن نود بقى، في كل انفورميشن سيت، لان انت مش عارف تفرق بين الديسيجن نودز اللي جوه الانفورميشن سيت. فبدل ما الاكشن كان مرتبط بالديسيجن نود، الاكشن بقى مرتبط بالانفورميشن سيت. فأ بيور استراتيجي فور بلاير اي ان ا جيم اوف امبيرفكت انفورميشن هي كومبليت بلان اوف اكشن، ات سبيسيفايز ويتش اكشن بلاير اي ويل تيك ات ايتش اوف ذا بلاير انفورميشن نودز او انفورميشن سيتس. تمام. فسيمبلي لو الانفورميشن سيت بتكونتين 1 نود، يبقى انت رجعت للبيرفكت انفورميشن جيم، وبقى هو الديفينيشن بتاع الاستراتيجي هو هو ان انت ايه الاكشن اللي هتاخده عند كل ديسيجن نود، لان الانفورميشن سيت بتكونتين 1 ديسيجن نود. طيب ليتس كونسيدر الاكزامبل ده. تمام. انت عندك بلاير 1 وعندك بلاير 2. بلاير 1 عنده يو ودي، وبلاير 2 عنده ال وام وار وال وام وار، ودي البي اوفز. تمام. فبالتالي الجيم ده، تمام، انت ممكن تعمل له اكسبريشن از ا ماتريكس. تمام. فبلاير 1 عنده اليو والدي، وبلاير 2 عنده ال والام والار، وهتبدا تملى البي اوفز اليو مع ال، هتبقى الاي والاي وهكذا. تمام. فده البي اوف ماتريكس هتبنيها من ده، اليو والال هتحط ده، اليو والام هتحط البي 1 والبي 2، اليو والار هتحط سي 1 وسي 2، والدي ال اللي هي هنا هتحط الدي 1 والدي 2 والدي 1 والدي 1. تمام. وهنا الام والار. تمام. طيب فهنا بلاير 1 بيموف فيرست، وبلاير 2 داز نوت اوبزرف، لان هو عنده انفورميشن سيت لما الاثنين دودز دول مع بعض. تمام. طيب فالاكستنسيف فورم زي ما احنا شفنا اللي هو ده. تمام. هو خلي بالكم بس في التري كل الارقام دي 2، يعني دي 2 2 2 على اساس ان هي البي اوف بتاعت ايه، بلاير 2، يعني 2 2 2. تمام. طيب فده البي اوف ماتريكس بتاعت الايه، التري اللي فوق. هاويفر لو انا مديك دي وقلت لك عبر لي عنها، ده كده لو انا اديتك دي كده، انا كده مديك ايه، سيمالتينيوس جيم، صح؟ وقلت لك ارسم لي السيكوينشال جيم اللي بيريبريزنته، فانت هتقول انا هعمل تري واحط انفورميشن سيت بين نودز علشان اعبر عن السيمالتينيوس جيم. فانت ممكن اما اديك ده ترسم لي تري اللي هي دي، بس ممكن برضو ترسم لي التري بطريقة مختلفة،
ان انت تيجي تقول انا هخلي بلاير 2 هو اللي يلعب الاول، وبلاير 2 يبقى عنده ال وام وار، وبعد كده بلاير 1 هو اللي عنده يو ودي وعنده يو ودي هنا وعنده يو ودي هنا، فده بلاير، ده بلاير 2. وهنا بلاير 1 تمام. بس بلاير 1 عنده الثلاثه نودز دول في نفس الانفورميشن ست، الثلاثه نودز دول في نفس الانفورميشن ست. فمعنى كده ان البي اوف ماتريكس بتاعت السيمالتينيوس جيم ممكن عشان اعمل لها ريبريزنتيشن از ا سيكوينشال جيم بانفورميشن ست ممكن تاخد الشكل اللي فوق ده او الشكل اللي تحت ده تمام. بس برضو هنا تايبو دي اتنينات، وطبعا البي اوفس هتختلف، يعني سيمبلي هيتعمل لها ري ارينجمنت ان انت هتبدا تقول ال مع اليو هياخد كام، والام مع اليو، والام مع الدي والار وهكذا. فده هو هو نفس البي اوفس اللي فوق، بس بدل ما كانت يو وام هي بقت ام، انت هتروح اليو مع الام كانت بي 1 وبي 2، فانت هتشوف الام مع اليو هتلاقيها برضو، الام مع اليو هتلاقيها برضو بي 1 وبي 2 تمام. فالماتريكس اللي فوق it may represent 3D برضو، where player 2 moves first و player 1 does not observe. player 1 عنده information set بين التلاتة دول. what matters is information not time. تاني، وده اللي احنا بنأكد عليه في كذا حتة في الجيم ثيري، مش مهم الوقت، مش مهم انت دورك كام قد ما مهم ايه الانفورميشن اللي معاك. فسيمبلي الدور بيأثر على الانفورميشن اللي معاك. فوات انفورميشن سيت كابتشرز از وات ا بلاير نوز تمام، اند وين ذي ار جوينج تو ايه تو نوت، ايه اللي البلاير يعرفه تمام، وايه اللي البلاير، وامتى البلاير هيعرف الانفورميشن دي. طيب دلوقتي ليتس كونسيدر الاكزامبل ده. فانت عندك هنا بلاير 1 وبلاير 2 وبعد كده بلاير 1 هيلعب هنا تاني تمام. ف تعالوا الاول نحل ده بالباكورد اندكشن تمام. ف بالنسبه لبلاير 1 في النوده دي يلعب يو وياخد 0 ولا يلعب دي وياخد 1؟ يبقى يلعب دي وياخد 1. بعد كده بالنسبة لبلاير 2 يلعب L وياخد 2 ولا يلعب R وياخد 4؟ يبقى يلعب R وياخد 4. وهنا يلعب L وياخد 0 ولا يلعب R وياخد 4؟ يلعب R وياخد 4 تمام. فالانفورميشن سيت دي ما فرقتش مع بلاير 2 لانه في الحالتين هيلعب R و R. طيب بلاير 1 بقى يلعب U وياخد 1 ولا يلعب دي وياخد 2؟ هيلعب دي وياخد 2 تمام. فالاجابه بتاعت الجيم الباكورد اندكشن تمام في الاستراتيجي ريبريزنتيشن هي دي ار بالنسبه لبلاير 2 تمام ماشي، ودي سمول لو كان بلاير 1 جه الدور عليه هنا تمام. فالباكورد اندكشن دي الاجابه بتاعته. طيب علشان نعرف الماتريكس
بتاعت الجيم ده. اوكي، احنا كان عندنا بلاير 1 الاستراتيجيز بتاعته يو كابيتال مع يو سمول، لان الاستراتيجي بتاعته لازم تقول في كل ديسيجن نود عنده هيلعب ايه. فهو عنده 2 ديسيجن نودز، فهنا يو مع يو ويو مع دي، ودي مع يو، ودي مع دي. يبقى دي الفور استراتيجيز اللي عند بلاير 1. وبلاير 2 عنده 2 استراتيجيز ال وار، تمام. ونبدا نملى البي اوفز. فهنا يو ويو مع ال يبقى 4 و2، يو ويو مع ار يبقى 0 و0، يو ودي مع ال يبقى 4 و2، يو ودي مع ار يبقى 1 و4، دي مع يو مع ال يبقى 0 0، ويو ودي مع يو مع ار 2 و4، ونفس الرو ده هيتكرر تاني تحت زي ما اتفقنا ان ده الريدندنسي اللي موجود، نظرا ان احنا اضطرينا ان احنا نعرف بلاير 1 هيلعب ايه في السكند ديسيجن نود، رغم ان هو مش هيوصل لها لو كان لعب دي. فكده دي البي اوف ماتريكس، تمام، بتاعت الجيم. فاحنا ممكن ندور على الناش اكوليبريم او اكوليبريا اللي فيها، لان هما يبقوا ايه اكتر، ممكن يطلع اكتر من واحد. فلو مسكنا ال، البيست ريبلاي بالنسبة لها اليو يو مع اليو دي 4 و4، ولو مسكنا الار البيست ريبلاي 2 و2، تمام. طيب لو مسكنا اليو يو البيست ريبلاي ال، ولو مسكنا اليو دي البيست ريبلاي ار، ولو مسكنا الدي يو البيست ريبلاي ار، ولو مسكنا الدي دي البيست ريبلاي ار. فاحنا عندنا كام ناش اكوليبريم؟ واحدة والتانية والتالتة، دول تلاتة ناش اكوليبريم عندي، تمام، اللي هما يو ويو مع ال، ودي يو مع ار، والتالتة دي دي مع ار. والدي دي مع ار هي اللي كانت طالعة بالباكورد اندكشن، تمام. فلو احنا جينا ده البي اوف ماتريكس اللي احنا عملناها فوق، تمام، ودول التلاتة ناش اكوليبريم اللي احنا طلعناهم، الفيرست تو ار انكونسيستنت مع البي اي، الباكورد اندكشن طلع دي، الاتنين التانيين دول ما طلعوش بالباكورد اندكشن. فمعنى كده احنا عاوزين نعمل ريفاينمنت للناش اكوليبريم كونسبت، لان الناش اكوليبريم اما بيطلع على الماتريكس اللي معمول لها ريبريزنتيشن، او اللي هي بتعمل ريبريزنتيشن لسيكوينشال جيم، بتطلع ناش ملوش معنى قوي. يعني مثلا
النش السيلي اللي احنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت او المحاضرات اللي فاتت، اللي هو مثلا حاجه زي الدي يو ار. الدي يو ار ده بتقول ايه؟ ان بلاير 1 هيلعب دي وار، بس لو جه عليه الدور هنا هيلعب كام؟ يو. رغم ان لو جه الدور عليه هنا يلعب يو وياخد زيرو، ولا يلعب دي وياخد 1. فمعنى كده ان ده ناش سيلي، يعني نوت بلوزبل، مش ممكن ومش رياليستيك. لان لو جه الدور على بلاير 1 هنا مش هيلعب يو زي ما الناش دي بتقول، هيلعب دي. تمام. ونفس الموضوع اليو يو ال، تمام، فهو اليو يو، تمام، برضو بتقول ان، لان هو اساسا هو يو وال. هو يو وال، بس برضو علشان هو عامل حسابه بيقول طب لو البلاير جه هنا هيلعب ايه؟ بيقول برضو هيلعب يو، لا يو سمول، رغم ان هو لو جه هنا اكيد هيلعب دي احسن. فاحنا عاوزين نعمل ريفاين او ندور على كونسبت يفرق بين الناش اكوليبريم اللي ليها معنى، اللي هي في نفس الوقت بتطلع بالباكورد اندكشن، ويشيل الناش اكوليبريمز اللي ايه ليها معنى سيلي، او لو جه على البلاير الدور مش هيعملها. فهو سيمبلي احنا عندنا ناش، بس احنا هنريفاين، يعني هنحط كونديشن زيادة على الناش، بحيث ان احنا نإكسكلود حبة ناشز ونسيب الناش اللي ليها معنى، اللي هي بتطلع نفس نتيجة الباكورد اندكشن، اللي هي راشنال بالنسبة للعيبة اما يجي عليها الدور ان هي تلعب، مش الناش السيلي السخيفة اللي ملهاش معنى قوي زي الاتنين التاني. فده اللي احنا هنكمله في المحاضرة الجاية بإذن الله. شكرا وسلام عليكم.